مكرونة بكريمة الليمون، وصفة برعاية كويك ماركت من هانجر ستيشن. طلبت طلباتي الناقصة ووصلتني خلال 25 دقيقة بس، تطبيق ولا أروع. لما تنقص عليك الأغراض ما عليك إلا تختاري تطبيق هانجر ستيشن، وعلى خانة كويك ماركت كأنك في السوبر ماركت وانت جالسة في البيت. تصنيفهم وتقسيمهم للمواد الغذائية ولا أروع. اختار الأغراض اللي ناقصتني وأضيفها في السلة، وأقل من 25 دقيقة حتوصل لك لحد باب البيت. نبدأ وصفتنا، نحط موية على النار لما تغلي ونضيف عليهم الباستا. حنبدأ بتحضير الصوص، زبدة وزيت على النار، بعد كده حنضيف قطع من البصل المفروم الناعم، ونخلي البصل على نار هادية لما يذبل تماما. بعد كده حنضيف قطع من صدور الدجاج المقطع لشرائح طولية، ونقلبهم على نار عالية لما يصير لونهم على الأبيض. حنضيف البهارات، اخترت الفلفل الأسود، بهار الدجاج والملح. نقلبهم كويس. بعد كده راح نضيف سر الوصفة، عصير الليمون، يعطي طعم رائع. ونعزز النكهة بشوية من بشر الليمون حنضيفهم على الدجاج. حنضيف الفلفل الملون الأخضر والأحمر. تقريبا وصفتنا صارت جاهزة. كريمة الطبخ، ونخليهم على نار هادية لمن يثقل قوامها. في هذه الأثناء راح نرجع قدر المكرونة اللي احنا سلقناه ونضيف عليهم صوص الكريمة. وصفة لازم تجربوها، رائعة. في طبق التقديم راح نضيف شوية إضافات اختيارية، شوية من جبنة البارميجان لتعزيز النكهة الإيطالية والأروع. ونقول بالعافية عليكم.